على بكم. هذا الفرن اللي صورته قبل ايام جايب اللون الاسود واللون السكري الغامق. تمام، هنا شيل هذا سمحت، هذا السطح عشان تحمي عليه الدلال والابريق والقدر. هذه صاجة عليها طبقة تيفال مانع للالتصاق، الكبد الفول الستيكات تطبخ عليها ثقيل يا جماعة الخير. هنا اللي هو يبين لك الغاز العين حقته، هذا من الستيل، طبعا هو بالستيل بالكامل. هنا تجيب اللي حقه وطلع هذا القلب لأنه قفاز، هذا هو تمام. وهذا يا جماعة الخير تجيب محول، هذا صغير، هذا ب 12 ريال محول. هنا تشغله على الاسطوانات الصغيرة الغير قابلة للتعبئة. تمام، إذا بغيته تشغله على الاسطوانة الزرقاء بريكم محول، الحين قيمته أظن 12 أو 13 ريال تشغله عليه. تمام، هذا هذا جمعة خير بالقطعة ذي تشغله على الاسطوانة الزرقاء حق الرحلات. تمام، هنا فيه الصاج اللي تحت برضه نفس الشيء ثقيل وعليه طبقة مانع للالتصاق. هذا جمعة خير الخبز، الخبز المعجنات تحمير اللحوم البيتزا الفطاير، جايك بشار الكريم ان شاء الله تعالى اللي بيسوي الشغلات هذولي بيطلع بالحوش يسوي فعاليات بالحوش. الصراحة جميل جدا، وعلى فكرة كل ستيل وعليه الطبقة الدهان هذه، هذا هو جاي بالشنطة هذه. شوفوا هذه شنطة، شنطة طبعا ثقيلة فيها تعسمة. شوف سمكته كيف سميك عشان بيشيله، صراحة جميل ومتعوب عليه وأخذ كل الـ الأفكار اللي بالفراغ.